واش ممكن ان الانسان في 22 عام فكره بسيطه بزاف ينعس يفيق الصباح يلقى راسو ولا مليونير؟ هذه القصه ديال اليوم، اكتشفوها معايا ان شاء الله. تبعوا الفيديو حتى الاخر تعرفوا الفكره ديال السيده ديال العنعام، القصه ديالها كيفاش بدلات حياته 180 درجه، وفكره اللي هي غير متوقع الانسان ينجح فيها. يعني قصه ديال واحد السيد من اندونيسيا سميتو سلطان غوستاف الغزالي، على اج ديال 22 عام كيحقق $1,000,000. كيفاش دار ليها؟ هاد السيد هذا ملي كانت عنده 18 عام كان دخل الجامعه كيقرا واحد الشعبه اللي سميتها كمبيوتر ساينس، علوم الحاسوب. فداك لاج جاتو واحد الفكره بسيطه بزاف ديال انه كل نهار ياخذ سيلفي على راسو. هادشي اللي كان كيدير، كل نهار كياخذ سيلفي، شاك جور سيلفي. بقى كياخذ سيلفي تقريبا لمده ديال 5 سنين، من 2018 حتى 2022 ليومنا هذا باقي كياخذ سيلفي كل نهار. ولكن هذه القصه هذه وقعت ليه قبل من 2022 تقريبا، ملي داز 3 سنين من اول سيلفي خدا كل نهار. جالس مع لي ما به كيقرا في واحد البوبليكاسيون بحال هكا، كيقرا على واحد الدومين سميتو NFT. الدومين هذا جو بونس كلا بليبار ديالكم عارفو. NFT هو واحد البيزنس كيدار في الانترنت، كيبيعوا الناس يشوفوا فيه واحد الصور كيكونوا مصاوبينهم، واحد كيكونوا على شكل مثلا القار، مثلا كل واحد شنو داير، كيبيعوا التصاور وكيربحوا موراهم فلوس. هذا هو الاوبجيكتيف ولا زعما الهدف من NFTs. هذا السيد هذا اكتشف العالم NFTs ويقول اجي علاش لا ما نحطش تصاوري في واحد من لي سيت اللي كيديروا NFTs. فكره كيداير دابا تقول لشي واحد ظرفك كيقول لك واش كتخربق انت ولا شنو؟ اش نديرو بتصاورك انت كتصور سيلفي؟ اش نديرو بك؟ اش يدير بك الناس باش يشري تصويرتك؟ ولكن هذا السيد هذا الشيء اللي دار، تقريبا كان كياخذ كل نهار تصويره بنفس البوزيسيون، بنفس لي غيماس ديال وجهه وكيخبيها عنده. واحد النهار دخل واحد من بارمي لي سيت هاد ديال NFT سميتو اوبن سي، راه معروف. دخل ليه كريا فيه واحد البروفيل ولاه فيه تصاورو كاملين اللي صور في هاد المده كامله، ودار كل تصويره $3 في الثمن ديالها. داز نهار الاول، نهار الثاني كيكتشف ان التصويره من بين هذوك التصاور كاملين تباعت ليه $3. غريب كيفاش هاد السيد هذا غيشتري واحد السيلفي ديال واحد السيد اخر. صراحه غريب جدا. السيد تباعت ليه الاولى، تباعت ليه الثانيه، الثالثه، 30 تصويره تباعوا ليه وحقق واحد الربح صغير. جاتو غريبه كيفاش كيفاش الناس كتشري تصاور سيلفي كيفاش. ومن حسن الحظ ديالو سبحان الله العظيم، واحد السيد مشهور كيدوي على هاد NFT وكيدوي على هادشي كامل في اندونيسيا، اشترى تصويره من التصاور ديالو ودوى عليها في واحد الحلقات من حلقات الشو ديالو. قال باللي انا شريت تصويره مثلا عند واحد السيد كيصور سيلفي كل نهار، عجبتني الفكره ديالو وشريتها. يفوا دار هاد الحوار هذا ولا قال هادشي، بدا الناس كيشريو NFT ديال السيد هذا، كتشرا وتشراو بزاف. هو زاد في الثمن، زاد في الثمن ديال NFT ديالو، ديال التصاور ديالو، والناس بقات كتشري داكشي. سبحان الله توصل $1,000,000 وصادفوا بزاف ديال الاذاعات وكيسولوه حتى كيفاش جاتك هاد الفكره. يقول لهم انا الفكره جاتني في الاول غير بغيت نصور تصاور سيلفي ونلوحهم، نجمعهم على شكل فيديو ونلوحهم في الاخر وصافي بقاو عندي سوفونير. واحد النهار ما طاحت لي فكره NFT لحتى صدق. سبحان الله ربي سبحانه وتعالى باش كيبغي يرزقك راه كيرزقك وكيف ما كانت الاسباب. باش تعرفوا السر ديال الله سبحانه وتعالى في الرزق، بدون السيد دار اسباب بسيطه وبدون ما غير متوقع النجاح فيها، ونجح فيها وحقق النجاح. دونك انت ممكن انك في اي لحظه تبدل حياتك 180 درجه وتخرج من المحيط اللي انت فيه. دونك انسان يدير الاسباب، يدير الاسباب وربي سبحانه وتعالى غيسر كيف ما كان السبب. ما دير السبب وربي سبحانه وتعالى غيسر لك بالنجاح. هذه القصه ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، خديتوا منها غير لا موتيفاسيون باش نوضوا تخدموا. هذا هو اهم حاجه، هذه الغايه ديالي باش درت هذا الفيديو. هذه القصه هذه نعطيكم لا موتيفاسيون. هذه شوف سيد 22 عام ما عنده حتى فكره بسيطه، سيلفي كتبان تخربيقه، السيد بدلات ليه حياته ودابا غادي في حياته مزيان. دونك انت تقدر انك تبدل حياتك، الله سبحانه وتعالى راه هو اللي كيرزق اي واحد كيف ما هو عطاه يقدر يعطيك. دونك غادي السبب انه تتحرك وما تبقاش جالس في بلاصتك وتكونسومي ديك الانترنت، دير لا برودكسيون. اوكي لا كونسوماسيون شاك جور، ديما كتاخذ دخل فيسبوك نشوف ستوريات نشوف هادي، لا دير برودكسيون، صوب شي حاجه، لوحه، صوب فيديو، لوحه، صوب ادونو، دير شي ايدي جديده، لوحه، دونك تتولي برودكتيف. دونك تولي دير لا برودكسيون، فتتولي تدخل فلوس من هادشي. هذا عالم كبير كلشي كيدخل منه فلوس، انت تقدر تدخل منه فلوس الا خدمتي على راسك. ربي سبحانه وتعالى ييسر لك ويوصل لك ان شاء الله لما فيه الخير، وربي يسهل لنا جميعا. ما تنساوش انا وعندي فلاشين لايكوا الفيديو اللي عجبكم، تكومونطيو. قصص بحال هادو ديال الموتيفاسيون ديال الناس اللي تبدلات حياتهم بهاد الطريقه كاينين بزاف وناخذ منهم عبره. نيزيتي با تخليو لي في لي كومونتير ندير بليس وتابوناو في لاشين، لايكيو الفيديو. بيس ليكم ان لاف.